يعتبر مسجد جواذا أحد المساجد التاريخية المشهورة في محافظة الإحساء، وهو ثاني مسجد صليت فيه صلاة الجمعة في الإسلام بعد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت تقول ثاني جمعة، حنا نحسب لها الجمعة ذي والجمعة اللي عقبه. إي طب صح هذه والله. طب صح. لا أنت تقصد كمسجد. كمسجد. صلي فيه ثاني جمعة. فهمني ثاني. إيه. إحنا فرقنا المكان عن الزمان. لا أنت ما مو كذا. نحسبها الجمعة اللي بعقبها على طول. يعني مثلا يوم جمعة نحسبها. أنت صادق، أنت صادق وإحنا صادقين. طب صح كلام هاي نفس كلام. لا أنت قلت ثاني جمعة في الإسلام. لا مو بالجمعة اللي بعدها. ثاني جمعة في الإسلام. لا يقول لا لا. ثاني مسجد صلى جمعة. يقعد كذا بعد 60 سنة. صح. في المدينة كان مسجد واحد. اسمع الكلام. في المدينة 10 سنين يصلون جمعة. كل شيء في مسجد. صيغة صيغة. ما كان في إلا مسجد. يا رجال أنا. لا أنت قلت لا قلت وين مسجد الرسول؟ لا قلت وين مسجد الرسول؟ ثاني جمعة صليت ثاني مسجد صلي فيه. مسجد. جمعة. سعود. إيه. أنا أنت قلت اليوم شو؟ ما أبو جابر. أنا رجل. أنت قلت ثاني جمعة. قصده مش إن مثلاً صليت. اليوم الجمعة بقى. الجمعة. الجمعة الجاية كانت بالأحسن. لا قلت ثاني مسجد ثاني مسجد صلي فيه صلاة الجمعة. ما سمعتوني انا فهمتها انا احسبها اول مسجد في المدينه وبعدها الجمعه الثانيه وين اي ادري بس انت غلط انت قلت له خطا متحمس مره بس انا عندي اعتراض انا عندي اعتراض وقف والله لا حقك كل معلومه اقعد اقعد تكفى جبر صيغته غلط صيغته خطا وين المسجد الحرام لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه طيب يا ولد هذا بس في السنه السابعه مصدر المعلومه من هو مصدر جوجل كل شيء كل شيء جوجل موجود المسجد انا جاي جاي اول جمعه النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكه طيب لما فتح مكه طيب ثاني مسجد صلى صلاه الجمعه في الحسن ومكه عطري يعني حرام صلوا الناس وين الناس ما جاء الاسلام الاسلام ليه ما جاء الاسلام دقيقه على اول مسجد صلى صلاه الجمعه وشو مدينة طلع جوافي طلع مسجد نبوي تأكد قبيلة بني عبد القيس الجمعة وش معنى الجمعة اللي بنوا الجمعة والجماعة كلهم متلايمون يصلون في مسجد واحد حلو ولا كان في مسجد قبلتين مسجد قبة مسجد بلال مسجد مدري من ترى مساجد واجد ناس يعني مسجد واحد حسام صلى مساجد واحد الجمعة هذيك بس الجمعة في المدينة مسجد نبوي راح وجهك لابو عيسى ابو عيسى لان ينقهر فديت ابن امي يا ولد جوافي لابو عيسى مو صحيح انا اشك المعلومة لان الحرم لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة يا الله عاد حنبيها بيض الله وجهك عاد حنبيها شكرا لك انا اقول مرخ المعلومه مني شكلي بروح ها صلى هم قضوا ابي المظه وين تبي يصلون المظه خلاص المظه